واتل عليهم نبأ إبراهيم. جاءت هذه الآية بعد الانتهاء من إيجاز مبسط لخطة موسى مع فرعون، وختمت القصة بقوله سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ختام القصة: واتل عليهم نبأ إبراهيم. مما يدل على أن المسألة في القرآن ليست سرد تاريخ أن إبراهيم كان قبل موسى، فلو كانت المسألة كانت سرد تاريخ كانت قصة إبراهيم تيجي قبل قصة موسى، إنما المسألة مش سرد تاريخ، المسألة التقاط العبرة والإسوة من تاريخ أي رسول ليثبت الله به فؤاد رسول الله حينما تمر به الأحداث العصيبة. ونظرا لأن موسى يعالج قمة العقيدة الألوهية في البشر، لكن مسألة إبراهيم بيعالج الشركاء من الأصنام، فإذا المسألة من ناحية القمة مسألة موسى بيعالج إيه؟ ألوهية مدعاة، ديكها بيعملوا شركاء لله في الأصنام، وبرضو لما ينزلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله ذلك. واتل عليهم نبأ إبراهيم. اتلوا معناها اقرأ، وضح، عبر. وهي ليه بنسمي التلاوة تلاوة؟ لأنه لا يتلى إلا مكتوب ومعلوم، يبقى كأن هذه بعد ما هو مكتوب وبعد ما هو مقول، يبقى اسمها ايه؟ تلاوة. واتل عليهم على مين؟ على أمة الدعوة كلها ولا على المكذبين؟ قال لك لا، أصل اللي صدق برسول الله مش عايز ده خلاص انتهت المسألة بتاعته، فإن كانت تذكر له قصة ده بس ياخدها كده على أنها علم تاريخي، إنما أنا بنقول اطلوا على المكذبين المنكرين ليعلموا أن نهاية كل رسول في دعوته أن ينتصر، وأن المخالفين له هم المنهزمون. وربنا صدق الوعد بتاعه في أن رسولنا هم الإيه؟ لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال لهم: ما تغتروش بسيادكم ولا بقوتكم ولا بجاه ولا بأنكم سادة العرب. سادة العرب لان اذا قريش بقى اتكلمت ولا تعرضت لحاجه ما حدش يغدر من القبائل. ليه؟ لان قريش واخد السياده بالبيت، ولذلك لا يامنون في الرحلات بتاعتهم الى اليمن ولا الى الشام الا بقداسه البيت في رؤوس الناس، فقبائل تجارتهم ولا يتعرض لها احد، لان لو تعرض لها اي احد في الطريق عرض أن يجيء إلى بيت الله في الكعبة ويمسكوا في بلادهم ويعملوا فيه لما ينام. يبقى إذن الذي حفظ لقريش من المهابة هو إيه؟ البيت. ولذلك لما جت قصة الفيل وهدم الكعبة يختم القصة بإيه؟ فجعلهم كعصف مأكول، أرسلنا عليهم إيه؟ طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وبعد ذلك يأتي طب عمل العملية دي ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن لو البلد انهدم ما يبقاش لقريش سيادة ولا يبقى لها سيطرة على الجزيرة. إذا صنع الله ذلك ليبقي لهم إيه؟ ليبقي لهم المهابة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وما دام ربنا عمل وياكوا كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى جاء ترتيبها طبيعي كده. واتل عليهم نبأ إبراهيم. والنبأ مش مجرد خبر، خبر مهم يجب أن يقال ويجب أن يصغى إليه ويستمع ويجب أن تؤخذ منه العظة والعبرة. ما قلش ما أدريتش إن فلان فتح محل كل في شارع مش عارف إيه، كلام هاي. يبقى النبأ ايه؟ النبأ هو ايه؟ خبر هذا يجب ان يقال ويجب ان يصغى اليه ويستمع
ويجب ان تؤخذ منه عبره تنفعنا في سلوك حياتنا. ولذلك ايه عما يتساءلون؟ قال لك عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وبرضه الهدهد قال ايه؟ اتوك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امراه تملكهم والى اخره. يبقى النبأ معناه ايه؟ الخبر المهم الذي يجب لمن يعلمه ان يقوله، والا يبقى كتم حاجه مهمه، ولمن يستمع اليه ان يصغى اليه، وحين يفتي يشغل عقله فيه ويشوف اداله اي قضيه من قضايا حركه الحياه يتمسك فيه. ادي الايه؟ النبا. واتل عليهم نبا ابراهيم. كان نبا ابراهيم ده نبا ايه؟ مهم، لان ابراهيم ده كما يقال ايه؟ ابو الانبياء، والذي مدحه الله مدح قال ان ابراهيم كان امه. ان ابراهيم كان امه. ايه يعني كان امه؟ ده الامه تطلق على الجماعه اللي منتسبين الى شيء خاص ويجمعهم مكانه وزمانه خاص. يبقى ابراهيم امه يعني ايه؟ قال لك لان ما فيش حد حاز الكمال. الكمال لله وحده. ورسول الله اضفى الله عليه من صفات كماله كمالات لا يستطيع بشر ان يتحملها وحده. ولذلك النبي حدد دي يقول ايه؟ الخير فيا، الخير اي على عمومه في كل شيء، داعية وابا وزوجا وكل خصال الخير فيه، وحلما وشجاعة ومش عارف كل حاجة فيه. الخير ايه؟ الخير بكل الوانه فيا. وبعدين امتك قال وفي امتي، يبقى كل واحد هياخد له لحظة بس. مفيش حد هياخد الكمال المحمدي ابدا، كله ده واخد شجاعه وده واخد كرم وده واخد حلم وده واخد حكمه وده واخد حكمة. يبقى الخير ايه؟ في حضرة وفي ايه؟ امتي بعثرة، لان مفيش حد يتصل كمال الايه؟ الكمال المحمدي على الاول. يبقى ابراهيم كان امه يعني ايه؟ قال لك الامه دي من فيه خصال الخير بتتوزع على الامم، واحد ذكي وواحد حكيم وواحد شاعر وواحد غني وواحد. ابراهيم هو كان في الخصال دي كلها، خصال لا تجتمع الا في امه. ولذلك بقول لك انا ما اقولش الكلام ده كده يعني. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك الناس اماما الى اخر الايه. يبقى سيدنا ابراهيم منزلته ايه؟ ده حكم ابراهيم منزله انه يدعي ربنا يبعث فيهم ايه؟ يتلو عليهم اياته. ولذلك النبي افتخر قال انا بشرى عيسى ودعوه ابي ابراهيم. بشرى عيسى ودعوه مين؟ ابراهيم. قال له يا رب ابعث فيهم رسولا من يتلو عليهم كتابك ومش عارف ايه. وبرضه هو من السلسله برضه ولا مش من السلسله؟ يبقى حسبه ان يكون ذلك منه. واتلو عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه. اول ما عمل دعوه ما راح للغريب، راح لمين؟ واذا كانت الدعوه تروح للقريب فاعلم انها حق، لان الانسان يحب الخير في نفسه وفي اهله. فلو كان فيها شيء مش كلام ايه يجيب غيره، انما لا له الاجر. ويقول لمين؟ لابيه. لا احنا قلنا مين؟ ابوه اجر. ابوه مين؟ ابوه اجر. طيب إذ قال لأبيه وأخوه ماذا تعبدون؟ سؤال استهجان وسؤال استقبال. أنتم بتعبدوا ما معنى العبادة أولا عشان نعرف أن الذين يعبدون من دون الله شركاء حتى عقلهم فيه خبال وفهمهم فيه خبال. ما هي العبادة؟ العبادة هي أن يطيع العابد المعبود فيما أمر وفيما نهى. طب اللي بيعبد صنم امسكه كده وقول بتعبده؟ بتعبده في العبادة أن تطيعه؟ ماذا قال لك الصنم؟ طب هل لك أعمل إيه ولا تعمل شيء؟ تحتار ما يلاقيش حاجة صحيحة. يبقى بتعبده عن إيه؟ يبقى إله بتعبده كده من غير منهج؟ طب الإله منهج افعل كذا ولا تفعل؟ وما لم اكن فيه افعل كذا ولا تفعل كذا اللي ما قلوش يبقى مباح. ان فعلتوا فعلتوا وما فعلتوش. طب الصنم قال لك ايه؟ الشمس قالت لك ايه؟ طب اللي بيعملك قال لك ان عبدتني حواليك الجنه.
طب الشمس ولا الصنم؟ قال لك ايه اللي يعبده يعمل فيه ايه؟ قال لك يبقى اله من غير من اجل لمن يعبده، ومن غير جزاء لمن يعبده ولمن. يبقى كلمه ابدا غلط، تبقى ما تنفعش. امال ليه الناس تقول الهه وخلقه تمسك بها كده؟ قال لك ليه؟ لان اوامر الاله الحق فعل يفعل وفعل يترك. اذا هو بيحدد حركه الانسان في الحياه، افعل كذا وقد يكون ثقيلا على النفس، لا تفعل كذا وقد تكون النفس تشتهيه. لكن لما يكون اله صنم كده ولا بيقول لي افعل دي ولا ما تفعل دي، باخد راحتي ولا ما باخدش راحتي؟ فبيحبوه عشان كده وبيعملوه لانه ملوش ايه؟ ملوش اوامر. ما سالوش طيب واللي ما عبدوش يعمل فيه ايه؟ ما قالش. طب واللي عبد يعمل فيه ايه؟ ما قالوش. يبقى قبل ولا مش قبل؟ قبل. ماذا تعبدوا؟ تعبدوا ايه؟ طب ازاي ماذا دي؟ الانسان اذا عزت عليه اسباب الحياه وفي حاجات ما يقدرش عليها وخرجت عن طاقته يوم يعمل ايه؟ يقول يا رب. طب لما تجيلك يا عابد مسائل فقدتك تقول يا امين، هل يسمعونكم اذ تدعون؟ لما تقول يا صنم كده يبقى سامعك ويه. طب يا شيخ هيسمعك؟ انت عبد بشر يسمعك. طب يعمل لك حاجه ينفعك او يضرك؟ ولا تبقى حمق اللي كنت بتعمل العمليه دي. واتل عليهم نبأ ابراهيم، اتل عليهم هذا النبأ اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ ايه اللي بتعبدوه ده؟ يبقى استنكار ولا لا؟ استنكار. بيقول لك هذا الكلام كان قبل ما يوصل اليه ولا بعد؟ بحث بيبحث العلماء. يقول انا ما يهمنيش. هم اللي بيقولوا لا ده كان من الاول هو ملبلب كده وشاطر حتى من قبل الرساله. قال لك لان ربنا قال فيه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. يعني كان هو ايه؟ عقليته متفتحه. زي سيدنا رسول الله شاف الناس قبل البعثه عمالين ملخبطين وبيعبدوا الاصنام، ومره شافهم عمالين بيعملوا ايه؟ دراع واحد الهوى وقع اله فدراعه انكسر، فجابوا الحدادين عشان يعملوا له ايه؟ مسمار. يعني بقى ضحك قال يعني ايه اله اللي المعبود عمال بيسنده؟ العابد بيسند المعبود؟ ايه مثلا؟ فاعتزل وراه على الغار. اهو ابراهيم كان بالشكل ده. اتينا ابراهيم ايه؟ فكان كل دين يامر به الله. لو ان الانسان عنده رشد كان ينتهي الى قضاياه من غير رسول. بدليل ان الله ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يجي واحد من اللي امنوا برسول الله ومش من اول المؤمنين، جه بعدين سيدنا عمر. وبعدين سيدنا عمر يقعد مع رسول الله كده يقول له يا رسول الله ما نعملش الشيء الفلاني، تقوم تنزل بآية. ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بآية، ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بآية. دي بيت على كده بقى تنزل آيات كده بوقع لرأي مين؟ رأي عمر والرسول بينهم. قال لك ايوه عشان يبين لي ان العقل السليم حين يسقط يستطيع ان ينتهي الى قضايا الدين من غير رسول بالفطرة. ولذلك اعرض اي قضية من قضايا الدين على العقل انت تجدها طيبة حلوة. العقل بيقولك ما تكذبش كويسة، الدين بيقول برضه ما تكذبش. العقل يقولك يا شيخ ما ترشيش لانك هتاخد حق غيرك، وانت عرضة لان لما يكون لك حق واحد يرش الثاني وياخده منك. يبقى انت لما ما ترشيش يبقى بتحمي نفسك ولا لا؟ بيقولك ايه؟ ما تبصش لامرأة لا تحل لك. طب انت بزارة تبحثها كده. طب هو بيقول لغيري برضه ما تبصوش لامرأة فلان ولا لبنته. يبقى قبل ان يطلب مني طلب لي. قال لك ما تحطش ايدك في جيب الغير وتسرق. طب ما هو قال لك كده صحيح وقال للناس جميعا اوعوا تحطوا ايدكم في جيب محمد ده وتسرقوه. يبقى اذا الخير على مين؟ كل قضيه من قضايا الدين اذا عرضتها على العقل المنصف يقول لك دي قضيه. ولذلك سئلنا مره سؤال في الرحلات بيقولوا ان قرانكم بيقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى وايه؟ ليظهره على الايه؟ الدين كله. مره يقول ولو كره المشركون، مره يقول ولو كره الكافرون.
وبقالكم 14 قرن ولا يزال المسلمين في الكون اقليه، يبقى ما ظهرش على الدين كله. واخدين بالكم من السؤال؟ بقالنا 14 قرن وديننا برضه لا يزال هو اقله، والديانه في الثانيه منه، وهو بيقول له اظهره على الدين كله. فانا خير الرد اللي قال منها قوله لو اتممت الايه لفهمت الجواب، لان ولو كره الكافرون، وثانيه ولو كره يريدون ان يطفئوا الله بافواههم وما يأبى الله الا ان يتم نوره. لو فهم قال يبقى اذا الدين ظهوره مع وجود كافرين ومشركين، مش ظهوره بان ما يبقاش فيه كفار ولا مشركين. طب من يبقى ظهر ازاي؟ قال لك ده ظهور الحجه. ازاي؟ قال لك يقعدوا يخبطوا في الاسلام ويقول لك الاسلام بيعمل الطلاق والمراه اللي تبقى قاعده ورا الراجل وبعدين يطلقها، والاسلام بيعمل تعدد، والاسلام مش عارف بيعمل عبيد. وبعد ذلك تلجئهم ظروفهم الاجتماعيه بانهم لا يجدون حلا لمشاكلهم الا ما قال به القران. يبقى دي غلبه، ده مش ان المسلم ينافس حكم ربنا، ده غير المؤمن بالقران وغير المؤمن بالاسلام يجد حل قضاياه لا تكون الا بالايه. لما قامت الثوره الشيوعيه في روسيا في سنه 17، اول ما عملوا قال لك ما فيش ربا، امنع الربا. على ما كانوا بيحللوه قالوا بيعملوها لان هم ضد الدين، انما بيعملوه لان مصالحهم، قالوا ما تنفعش والربا موجود. الله، ظروفهم الاجتماعيه اضطرتهم انهم يعملوا ايه؟ يبقى دي غلبه لقضايا الاسلام ولا لا؟ يبقى مش معنى يظهروا على الدين كله يعني كلهم يؤمنهم، لا، ده يفضلوا على كفرهم وعلى شركهم ومع ذلك لا يحل قضاياهم الا قضايا الاسلام. وده اوقع ولا مش اوقع؟ يقول لك وشاهد شاهد ثم لا. نعم. اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، هم برضو قالوا برضو قالوا نعبد اصناما. طب نقول لهم العبادة طاعة، ماذا قالت لكم الاصنام عشان تطيعوه ايه؟ ما يلاقوش جواب. نعبد اصناما، ومش بس نعبد اصنام، ونظل لها طول الليل والنهار عاكفين عندها كده. ايوه، ما انتوا بعض لكم حق، لانها ما لهاش تكليف، بلطجة، واخد حظ نفسك زي تعمل اللي تعمله وبعدين بلاك اله. قالوا نعبد اصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجدل بقى، قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ طب اللي بيعبدهم عملوا ايه؟ واللي ما عبدهمش عملوا ايه؟ طب ان كان بقى المساله زي ما بتقولوا كده، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. الله، اذا انتم ما حكمتوش في عقلكم. احنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه؟ مقتدون. نقول له تعالى بقى، متى ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون ما كنتش تقف في حياتك ابدا. اشمعنى الحته دي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له روح كليه كذا، يقول له لا انا عايز اروح اعمل كذا، يقول لك انا عايز اعمل كذا. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده ما عملت ازاي؟ وش من حتة الدين قلت لأنه بلطجي زيك. دين ولا تكليف، ايه يا احسن من كده حاجة؟ دين ولا لوش تكليف؟ نعم بلطجي. او ينفع لكم؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. اذا ما شغلتش عقلك. لو انت شغلت عقلك ونشوف تسمع ولا بينفع ولا بيضر ولا بي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ما تمسحش آباء، أنتوا وهم مالهم يا سيدي؟ فإنهم عدو لي. ده دليل بأنه عدو لي، لأنه هيعملوا في إيه؟ بيقول لهم طيب يا سيدي الحمرة بخيلهم يركب، أنا عدو لهم مش عبيد، شوفوا ما يعملوا فيها إيه؟ ولا هيعملوا حاجه. فانهم عدو ايه؟ هنا بقى كلمه عدو، احنا قلنا زمان فانهم دي جماعه مش كده؟ وعدو مفرد، كان القياس السطحي
فإنهم أعداء لي. قال لك لا، أصل المسألة في الدين كلها أمر واحد، إنما قد تكون العداوة في أمور الدنيا متعددة الأسباب، أنا بعادل كذا وده بعادل كذا وده بعادل كذا، إنما اللي في الدين عداوة إيه؟ على قلب رجل واحد، هو في حاجة واحدة. ولذلك هناك إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إيه؟ أعداء، ما أنت معادي ده عشان كذا ومعادي ده عشان كذا ومعادي ده عشان كذا، وانت متعددة، إنما مسألة الدين حاجة واحدة ولا لا؟ ولذلك أنتم افتكروا نهار ما كنا بقول لا جناح عليكم أن تأكلوا إيه؟ من بيوتكم إيه؟ أو بيوت آبائكم أو تكونها كلها جامعة أو أعمامكم وعماتكم وخالاتكم وجيها أو صديقكم، كان القياس يقول إيه؟ أو أصدقائكم، ما قالهاش. أم قال لك لأن الصداقة هتبقى إن تعددت كده وبقت أصدقائي يبقى كل صداقة لها سبب، إنما يشترط في الأصدقاء كلهم لرجل في الله تبقى صداقة واحدة، ما تتعددش دي أبدا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، أنا أعلنت أنني معاديكم، وما دام أعلنت أنني معاديهم يبقى إن كانوا يقدروا يضروني يلا يضروني، ومع ذلك أعلن أنه هو إيه؟ عدوهم، وفضل إبراهيم هو إبراهيم والدعوة بتاعته نجحت ونجع ورا إلى آخره، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يا أغبياء يا اللي بتعبدوا الأصنام، تعرفوا أن العبادة لها أسباب وحيثيات، بتعبد ربنا ليه؟ لأنه خلقني من علم، ولأنه أمدني من عذر، ولأن عمل لقانون صيانة افعل كذا وكذا، وكل ما عمله لا ينتفع هو به بل نفعه عائد على مين؟ يبقى ده اللي يستحق أنه يعبد. واحد منهم عمل حاجة من دي؟ لا. فبيجيب حيثيات العبادة بقى، ما هي حيثياتها؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني، اللي خلقني فهو يهدي. إيه حكاية القضية دي؟ خلقني فهو يهدي، خلقني أوجدني من عدم، ولما أوجدني أوجدني لغاية، وما دام يوجدني لغاية يبقى يعمل لي قانون صيانة اللي احنا بنسميه كتالوج في صناعة البشر. شفت شو واحد عمل صنعة ولا عمل لهاش كتالوج؟ شفت واحد عمل حاجة وبعدين قال شوفوها تنفع في ايه؟ مش مشيها بوتاجاز ولا مشيها تلاجة ولا مشيها تلفزيون، بقبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد غايتها. يبقى الصانع من البشر قبل ما يعمل حاجة بيعمل ايه؟ بيحدد الغاية، انا بعمل كذا، وبعد ما يعملوا يقول بقى علشان المستهلك بقى واللي هيستعملها ينتفع به هذا الايه؟ الكتالوج، تبقى كذا وكذا واعمل كذا وودي كذا، ولما يحصل فيها خلل اوعى تلعب فيها، وديها لمين؟ للمهندس اللي عارف تركيبه وبتاع. يبقى انا لما احب اخد قانون صيانه اخده من مين بقى؟ من الصانع. من الذي صنع الانسان؟ يبقى انا اخد قانون صيانته منين؟ بقى هو يخلق وانتوا تعملوا قانون صيانه لكم؟ بقى اقول للجزار يعمل لي قانون صيانه للتلفزيون؟ مين اللي قال الكلام؟ لا، يبقى اللي يوضع قانون صيانه مين؟ يبقى انا الكلام الهم الذي خلقني إيه؟ فهو يهدي. خدوا بالكم هنا بقى، الذي خلقني من عدم يبقى يعمل لي كتالوج والذي كذا ودي كذا، والذي هات استبقاء الحياه بقى بعد ما خلق امدني من عود، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت والذي يميتني. شوف الفجوة، شوف الفجوة الأسلوبية بقى، ما قالش والذي هو يميتني، الأولانية قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو وإذا مرضت فهو، والذي ما قالش هو يميتني وما قالش ثم هو يحييني، شال هو دي خالص. ليه جاب هو هنا وما جابش هنا؟ هنا هو لان هو دي ضمير فصل يؤتى به للتاكيد، يقول انا فلان ظهر لي هو بعينه هو
هو باين. يبقى هو دي جاي ايه الايه؟ يقول لك هو باين ده فلان. يقول لك ايه فلان؟ هو. يقول لك هو بس. الله. يبقى كلمه هو دي بتيجي ليه؟ عشان تاكد الخبر. طب هو انت تاكد الخبر على طول كده ولا تاكيد الخبر ده من سبب؟ تاكده ليه؟ تيجي الواحد كده في اول الكلام كده تقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلان زارني امبارح. الا طب بتحلف ليه؟ هو انت وانا كنت كذبت؟ ده انت لسه بتقول الخبر. انما القياس يقول لك ايه؟ فلان زارني بالامس. قول له يا شيخ. يقول لك والله فلان زارني بالامس. يقول لك فلان كان شيخ والله ان فلان قد زارني بالامس. يبقى التاكيد يجي على درجات الانكار. انما ما تجيش كلام ابتدائي كده وتروح عارف. انما تحلف امتى وتاكد امتى؟ لما المخاطب يكون بينكر. فالاشياء اللي المخاطب قد ينكرها او يدعيها لغير الله ياكدها بقوه. اثبت الذي خلقني ما قالش يهديني بدليل ان البشر بيعمل قانون لهدايه تقول له اعمل كذا واعمل كذا والقانون الفلاني والقانون. فبنشوف بشر يعملوا قوانين للناس. فقال لا الذي خلقني فهو بس اللي يهديني. لان الهدايه دي ووضع قوانين لصالح الناس يمكن البشر بتدعى. طب ما الشيوعيه عملت والراسماليه عملت والوجوديين عملوا والبعثيين عملوا. يقول له لا الذي خلقني ما قالش يهديني لانها قد تدعى. طب والذي هو يطعمني؟ ام قال لك لان ابويا اللي بيجيب لي الاكل واللي بيجيب لي الشرب ففي سمعه ان ابويا هو اللي ايه؟ قلت لا يا حيلك مش ابوك ربوني لان ابوك جاب لك من السوق والسوق جابه منين؟ جابه من المزرعه والمزرعه لها والاسئله كده قلنا جابته ازاي؟ ما ربنا هو اللي ادى. يبقى اذا كل ما يمكن ان يكون فيه شبهه انكار ناكده بايه؟ بهو. يبقى الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني لان في شبهه ان ابويا اللي بيجيب لي. طيب وإذا مرضت هو اللي يشفي. امال بنروح للدكاتره اللي يقول له افهم كويس الدكتور يعالج انما مين اللي يشفي؟ يبقى الله. فاوعى تقول الدكتور ده بدليل ان مره الدكتور يروح ويدي حقنه كده يروح مضيع الواد فيه وتنتهي المساله مش كده ولا ايه؟ هنا بقى اذا مرضت هو والمرض اللي بعمله. انت لما بتيجي يقول لك اعرف مرضته تقول مرض فعل ماض مش كده؟ والت فاعل بقى هو اللي عمل المرض. طب مات فلان اعرف مات فلان. مات فعل ايه؟ وفلان فعل وفاعل اللي عمل الموت. ام قال لك ما هو يجب ان تتنبه الى ان الفاعل مش هو اللي فعل الفعل. الفاعل من فعل الفعل او اتصف به. الفاعل من فعل الفعل او اتصف به. خلاص كده؟ نعم. هنا بقى ما قالش الذي هو يميتني لان ما فيش حد ادعى. يقول لك ما في واحد يقتل واحد يا اخي. انا قال لك ده مش موت ده قتل. وقلنا ان الموت اللي يموت كده من غير ما اقطعه مخه ولا اقطع رقبته ولا امنعه القتل. ولذلك هناك الايه بتقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل. يبقى القتل غير الموت يا حبيبي. القتل غير ايه؟ لان الموت انه يموت كده واجزاء سليمه. اجزاء ايه؟ سليمه. وبعدين الاجزاء تتبعثر بعد الموت. انما انت تضرب راسه وتسكن مخه يموت. يبقى هدم البنيه اولا وبعدين الموت يجي. انما دي الموت يجي اولا وبعدين هدم البنيه يتوزع بقى. يبقى فهمنا ما حدش قال انه بيموت. ولذلك لما جادل ابراهيم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ايه؟ في ربه ان اتاه الله الملك. لما عمل ربنا ملك قاعد يحاج ابراهيم ايه عمل ايه؟ قال ابراهيم فان الله ايه
ربي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي، أم قال له أنا أحيي وأميت؟ قال له إزاي بقى؟ قال له أنا خلي واحد كده وأمر بقتله، طيب وبعدين أعفو عنه. قال له طب أنت ما موتوش، أنت قتلته، أنت إيه؟ قتلته. فمش الممنوع أن تقتل، الممنوع أنك تموت وهو قاعد مطروح قدامك بدون ما تعمل أي حاجة. قال الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في صفصفه، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده. ربي يا رب بيجيب الشمس الى المشرق، هتقلنا من المغرب انت بقى وفضل ابوحيت الذي كفر. هندخل ليه في لجاج ونقول للقتل ومش القتل، ما نجيب حاجه ننهي بقى الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن ان يدعى للغير الذي ربنا ياكده بايه؟ بهو. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش ايه؟ هو. اذا فالتأكيد انما يأتي لان المخاطب بتاعك مش رب الانكار. اقرأ في سورة ياسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا اصحاب الايه؟ القرية اذ جاءها المرسلون. اذ ارسلنا اليهم اثنين. امو كذبوهم. قلنا نبعت ثلاثة. اذا لما بنزود البتاع لما ايه لما كذبوه ارسلنا اليهم اثنين فايه فعززنا بايه قالوا انا اليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون. يبقى لجك في الانكار وقال يقوم شوف بقى زود ايه. قال ربنا يعلم ده قسم انا اليكم لمرسلون. كم حاجه تاكيد كذا تأكيد دي لأنه إنكار. إذا لا يؤكد الشيء إلا إذا كان فيه إيه؟ ويؤكد تأكيدا يناسب الإنكار. لما كذبوهم جاب ثلاثة، كذبوا اثنين جابهم إيه؟ وقالوا إنا إليكم لا ما قالوش لا مرسل، قالوا إنا إليكم مرسل، قد الإنكار. أرضكم جاب ولا ما فيش، أنتم بشر مثلنا وما أنزل ربنا شيء أنتم كذابين. شوف بقى قالوا ربنا يعلم إن لا مرسلون مش مرسلون. فهنا بقى يبقى الإله الذي يجب أن يعبد له حيثيات. إيه الحيثية الأولى؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت هو يشفي. طيب هو المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، أمال مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش أمرضني، أدب مع الله أن ينسب الشيء اللي ظهر شر كده الناس. وإذا مرضت فإيه؟ فهو إيه يشفي، والذي يميتني. شوف بقى قال ثم يحييه، ما جابش حتى واو المطلق اللي يميتني ويحييه، قال ثم، لأن بين الموت والأحياء الآخر إيه؟ مسافة طويلة. أماته فأقبره، لأن القبر بعد الموت على طول. ثم إذا شاء أنشره، يجيب ثم بقى. هنا بقى إيه؟ والذي يميتني إيه؟ ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيد إبراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا أمة، واللي بيقول إن إبراهيم ابتلاه ربه بإيه بأتمهن، الله يوم يقول أطمع. فيه أدب مع الله وأدب لعمله، لأنه مهما عمل دون ما يستحق الله، فأنا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى جاب حيثية الألوهية لتعبد، وبعد ذلك طلب من الألوهية التي تعبد مطلوباتها. ليه؟ قال لك لأن ما دام أن قلت هو خلقني وهو يجيني أقررت بنعم الله علي، ولما أقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى، وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت إيه؟ بقت صفية. لما روح بقت صفية وأجهزة سليمة نقول له أنت أهل لأن تناجي ربك بالدعاء، انما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعيني. هو انت عرفت النعم اللي انا عملتها؟
ايجاد من عدم وامداد من عدم وكذا وكذا. وبدل تيجي تدعيني من غير حاجه لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون ايه؟ اعترف بنعمه اولا عليه السابقه. يقوم لما يطلب اللاحقه يبقى له حق ولا ملوش حق؟ انما ما ذكرت لله نعمه سابقه وبعدين يقول له اديني، يقول له لا مالكش حق، انت لازم تعرف. اذا لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبوديه وعمل، تبقى بيت صافي واديت. لان من عالم من عمل بما عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. يقول له انت مامون على ما تعلم فخذ من عندي، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ساعه ما تتقي ربنا ونفسك تصفي كده تبتدي تلاقي المشاكل ايه، كل مشكله تيجي يبقى حلها ربنا، يديك النور يديك النور. ليه؟ لان انت عملت رصيد من ايه؟ من صفاء الاخلاص والنجوى الى الايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. فبعد ما خلقني فهو يهدي وهو يطعمني ويسكن، واذا مرضت فهو يشفي ويميتني ثم يحييني. رب مش كده؟ ابتدى يدعي بقى. ابتدى ايه؟ بعد ما عمل ايه؟ ولذلك الناس الناصحين يقول لك انا لما جاء ربي انه يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، مهما قلت من كذا وكذا فانت تدعو بالخير على حسب فهمك ومنطقك، مش كده ولا ايه؟ لو انت ذكرت النعيم الاول لله ثم تركته يفعل هيفعل على حسب قدرته بقى. ولذلك من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي السائلين. ليه؟ لأن السائل إنما سأل بمقدار علمه في الخير، وإذا لم يسأل وذكر الله بدل السؤال ربنا يقول له الخير على معرفته هو، يبقى نقول له أوسع بقى. لما يجي مثلا تقول لابنك مثلا إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنا رايح مثلا البلد الفلاني يجيب لك إيه؟ يقول لك هات لي كذا وكذا 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 وكذا، خلاص هو حدد المطلوب له بعلمه. انما انت رحت بقى لقيت حاجات تانية وعلمك بقى وتجيب له بقى، واللي يقول لك لا يبقى هات اللي تجيبه، يبقى هات اللي تجيبه دي بقى، يبقى وسع المجالب ولا قلل ايه؟ هات اللي تجيبه دي بتاعت ربنا. نعم. ربي شفت دعا بايه بقى؟ ما دعاش بحاجه من الدنيا خالص ابدا. ربي هب لي حكما. ما معنى في حكم وفي حكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. طب والحكم؟ الحكم أن تعلم الخير أولا ثم تعمل بما علمت ثانيا، وإلا تبقى يعني خدت العلم كده إيه حطته في المتحف. يقول له لا، الحكم أن تكون أن تعلم الخير وبعدين تعمل إيه؟ تعمل باللي علمت فيه. أدلع رب هب لي حكما. وش كلمة هب لي؟ يمكن أنا يا رب ما أستاهلش، ما عملتش حاجة تستاهل إنك تديني، فخليها هبة من عندك. نعم. وألحقني بالصالحين. إلحق جزاء ولا إلحق إيه؟ يقول له وديني للصالحين كده يعني، ولا ألحقني بالصالحين يعني بإيه؟ لحسن تأتيهم لسبل الخير التي تعلمها. الحقني بهم في العمل مش الجزاء، عشان يجي الجزاء زي ما هو. واجعلني لسان صدق. ايه لسان صدق؟ اللسان ده احنا نعرف انه هو وسيله التعبير. ومعنى لسان صدق يعني ايه؟ يعني ذكرا حسنا يذكر بحق، يذكر بصدق. مش لما نعمل بقى ذكرى الواحد نقعد نكذب ونقول وعمل وعمل وعمل، لا. يبقى لسان صدق يعني ايه؟ يعني نثني عليه ايه؟ ثناء صادقا، مش نثني عليه بكلام كذب. وكلمه صدق دي بقول لك ايه؟ اتكلم الكلام اللي له واقع يثنيه. يعني معنى الصدق ان يكون ليه كلام يناسبه ايه؟ يناسبه واقع. ودي وردت في القران كتير في امهات الخمس. يقول لك مثلا ايه؟ اخرجني مخرج صدق، وادخلني برضو ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق. يعني ان دخلتني بحاجه خليني ادخلها بايه؟
بصدق مش بغش. ولما اتطلعني منها طلعني مرضو منها بايه؟ بصدق. طيب وقال ايه؟ لسه. وبعدين ايه؟ هي احنا كنا بنرتبها كده حسب حروف الايه؟ الابجدية. نمسك الاول رجلي مخرجة صدق، وبعدين بعدها الثانية الاولى وادخلني مدخلة ايه؟ وادخلني مدخلة صدق. وبعدين نيجي في الله في اللام والميم، اللام قبل الميم ولا الميم الاول؟ لام ميم. يقول لك لسان صدق الاول مش كده؟ وبعدين ايه؟ مقعد صدق عند ربنا مش كده ولا لا؟ اذا كل حاجه صدق صدق صدق. الخمسه اخرجني مخرج صدق، ادخلني مدخل صدق، اجعل لي الايه؟ لسان صدق، اجعلني مقعد ايه؟ صدق. وايه الخمسه ايه؟ اجعل لي لسان صدق في الاخر ما خلص. وعد الصدق الواو الاخرانية ايه؟ وعد الايه؟ وعد الصدق. نعم يا سيدي. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني مش بس ابقى موفق في حياتي بل اتركه اثرا طيبا يذكر بعدي. لان لما اعمل اثر طيب يذكر بعدي كل عمل عملته الناس تعمله يبقى لي عليه ايه؟ يبقى لي ثواب الحسن. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. تبقى انتقل للآخرة، بقى اداله حاجة في الدنيا خلاص، واداله حاجة بعد ما يموت، وبعدين اداله حاجة بعد ما ايه؟ بعد ما يروح ايه ورثة ايه؟ جنة الايه؟ النعيم. وبعدين انتقل ساب ذاته بقى، وساب مين اللي رباه؟ واغفر لأبي. الأصل في الايه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى صحيح هو اللي خلقنا، إنما جعل من الأبوين سبب ووسيلة في خلقه. يبقى إذن فيه خلق أولي وفيه خلق ثاني. ولذلك ربنا لما قال اعبدوا الله ولا تشركوا إيه؟ قال وبالوالدين إحسانا. لأن ده كان الوجود الأعلى إيه؟ والتاني الوجود الإيه؟ اللي هو بعده. يبقى لما الواحد بيعبد ربنا يبقى بعده ايه؟ الوالدين، لانهم سبب في الايه؟ في الجنه. بس بعد الوالدين صحيح، لانهم سبب السبب الشائع ان هم اللي ايه؟ اللي هم جابوني وقد يجيبوني ولا يتعهدوش ليا بالتربيه. يمكن يكونوا ما مش معتنين بيه وغيري هم يربيني. قال لك اعتبرها برضه ثلاث مراحل. ربوبيتهم خلقت من عدم مش كده؟ وأبوة جاءت بأسباب، وأبوة ربت. ولذلك جت في الحيثية اللي هناك قال ايه؟ وقل رب ارحمهما، مش لقال لهم أبوين بس، كما ربياني صغيرا. يبقى لو أن غير أبويا رباني يبقى له هذا الحق ولا ما له هذا الحق؟ لأنه جابها في الحيثية. نعم. نشوف بقى، رب هب لي حكما اعلم الخير واعمل بالخير. اجابه الله ولا ما اجابوش؟ نشوف كده اجابه ولا ما اجابوش. اجابه. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. شوف بقى الملكوت، احنا قلنا زمان الملك ما يحاسب، والملكوت المخلوقات التي لا تحاسب الاعلى. يبقى اجابه لدي. والحقه بالايه؟ أن أخني بالإيه؟ بالصالحين. وبعدين إيه؟ برضو أجابوا لها ولا ما جنبه؟ إنه كان من الإيه؟ من المحسنين. طيب يا سيدي، واجعلني من ورثة جنة. طيب وإلى لقاء آخر.